هاي بوب، شو هيدا بوب؟ هيدا يا ابني، هيدا رصاصة هي من أول سلاح حملته. كنت تحمل كلاشينكوف؟ بالكلاشينكوف كنا ندرس البلد درس. على 19 جبت دبابة وشكلت أول مجموعة. كنت أخذ عمك نجيب، كنا ننزل على البرج نقوس ونقنص. وقتها صرت قائد ميليشيا أخذتها لأمك خطيفة وتجوزنا بالملجأ. ايه كانوا أيام حلوة، كنا نقوس ونقنص. انت كنت قوس؟ انا اللي كنت قوس من وجه الصبح ونسرب على المتراس بالليل. ايه هيدي تركها لانه عارف رح يجي نهار ترجع الرصاصة تحكي. طب والليرة؟ اذا رصاصة عم تحكي الليرة عم تبكي.